طبعا هسه الساعة بالأربعة ونص وراح أسوي لكم فلوق بداخل المكتبة. طبعا هسه أنا طالع من المكتبة راح أراويكم أشياء غريبة، الشغلات اللي تصير بيومنا، الأمور المهمة، وأريد أنبه على شغلة. راح نطلب 700 ألف على قناة اليوتيوب. إذا وصلنا المليون خلال هاي الفترة راح نوزع جوائز، راح نسوي تحديات، وراح نسوي خصومات على كل المكتبة تقريبا 50%، يعني السلعة راح تصير بالنص مجرد ما أخذ درع الذهبي الخاص بالمليون. فأنتم لا تقصرون، اشتراك دائما، ودزوا جماعتكم خد تشترك، وأنا ما راح أقصر وياكم. أول تغيير صاير بالمكتبة اليوم إنه كل الأشياء الهندسية منزلينها بالطابق الأرضي. شوف هاي كلها عبارة عن الشغلات الهندسية اللي يحتاجها المهندس بالمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. بالنسبة لقاطع الرسم فهو أهم، أكو شغلات كلش هواي جديدة نازلة. الشغلات اللي سألتوهن علينا شنو سألتونا بيهن كلهن صارن موجودات ومتوفرات، وبتصفيط كله جديد. شنو تحتاجون موجود بهذا القاطع من شغلات رسم. تغيير كلش كبير ايضا بقاطع الالعاب، ضفنا هواي العاب، وان شاء الله على ايام الجايه هم جايه كميه كلش هواي من الالعاب. هذا هو قسم الالعاب، صار بدال القرطاسيه غيرناه اللي هو يصير بدايه الكاشير بالضبط، كانت هناك كلها سجلات تحولت لقاطع الالعاب، قاطع الالعاب صار هنا. طبعا الشركه او تجهيزات الشركه اللي يحتاجها كل الشركات صارت موجوده هنا، من فايلات بوكس، ظروف، الورق الاضافي، الى هواي امور صارت هنا. هاي كلها باعتبارها تجهيز للشركات. عندنا بعد هذا قاطع الكوزمتيك جاي نبدا بتصفيطه، يبدي من هنا ينتهي كلش بالاخير، واشياء كلها جديده انضافت هنا. هسه نصعد للطابق الثاني هم نكتشف الاشياء الجديده. طبعا هاي علب الالوان، هاي مال الغواص صاير بيها عرض، هاي صاير بيها عرض، حقاب التوت باك راح تلقاهن اول ما تصعد الطابق زين ما طحت. كراسات التعليميه صارت اول ما راح تدخل، وهاي عندك الكتب قدامك، كل الرفوف موجود الكتب. شوف هذا هو الطابق الثاني.